هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن موضوع جديد، وهو عن السولار هيترز اللي هي السخانات الشمسية، او زي ما بتتكتب في بعض الكتب والمصادر السولار ثيرمال سيستم اللي هي اختصار STS. بتعتمد بشكل رئيسي في تسخين المية على اشعة الشمس لانها مصدر متجدد، وبالتالي هقدر اقلل التكلفة بسبب استخدام الكهرباء في تسخين المية، خصوصا في المنشآت الكبيرة واللي بتحتاج كميات كبيرة من المية السخنة. السولار هيتر سيستم ممكن يوفر لي 100% من احتياجات المبنى من المية السخنة في الصيف، وحوالي 50% من المية السخنة في الشتاء، وبتوصل درجة حرارتها الى 150 درجة سليزياس او اقل على حسب طبعا كفاءة المنظومة. ده بالنسبة للاستخدام المنزلي، لكن في المحطات الكبيرة ممكن تصل درجة الحرارة الى 400 درجة سليزياس، ده بالنسبة لدرجة حرارة المية السخنة. في انواع كتير من السخانات الشمسية بيختلف طريقة نقل الحرارة من الشمس للمية، وكمان في عملية تدوير المية داخل المنظومة دي. في انواع منها كتير زي الفلات بليت كوليكتورز اللي هو اختصاره الـ FBC، او الـ Evacuated Tube Collectors اختصارها الـ ETC، او الـ Integral Collector Storage الـ ICS. النوع اللي هنتكلم عليه النهاردة واللي موجود معانا هو النوع الاول اللي هو الفلات بليت كوليكتورز. نيجي لطريقة تسخين المية وتدويرها داخل المنظومة، في منها طريقتين، النوع اللي هو الدايركت والاندايركت. الاندايركت ده احيانا بيتسمى الكلوزد لوب اللي بستخدم فيه هيت اكستشينجر، والدايركت اللي هو بيبقى اوبن لوب ما فيهوش هيت اكستشينجر. واحيانا بيتم تصنيفهم لنظامين نوعين تاني اللي هو الاكتف والباسيف. الباسيف ده اللي بستخدم فيه تسخين المية بدون استخدام طرمبات ضخ، والنظام الاكتف اللي بستخدم فيه طرمبات عشان تعمل لي سيركوليتنج للميه داخل المنظومة. طب ايه هي العوامل اللي هتحدد النوع اللي هستخدمه؟ في الاول لازم نكون عارفين ان كل نوع مختلف عن التاني في الكفاءة والتكلفة والعمر الافتراضي والحجم، بالاضافة لطريقة التركيب، ودي حاجات لازم تتاخد في الاعتبار. نيجي بقى للعوامل اللي على اساسها هحدد النوع. من ضمن العوامل دي حالة الطقس اللي هي الكلايمت كونديشن، وكمية المية السخنة اللي هحتاجها في المبنى اللي عندي، ونوع المبنى كمان بيدخل في الاعتبارات اللي على اساسها احدد النظام المستخدم، بالاضافة للمساحة المتاحة اللي هي السبيس افيلابيلتي اللي عندي، واعمال الصيانة كمان بتختلف من نوع للتاني. طب ايه هي اهم عناصر موجودة او اللي هي البيزك كومبوننت بتاع نظام التسخين باستخدام السخانات الشمسية؟ زي ما انتم شايفين في الصوره السولار كوليكتورز اللي هي قدامنا، تمام. بعد كده الاستورج تانك اللي هو التانك اللي فوق ده، تانك التخزين الميه، بالاضافه للبايبس او المواسير، مواسير السباكه اللي هي بنستخدمها في سريان الميه، والسبورت فريم اللي هو قدامنا ده اللي هو بثبت عليه السولار كوليكتورز. وفي حاجات تانية بتبقى اوبشن موجوده عندي زي الطرمبات اللي هي مضخات ضخ المايه في المنظومه، والالكتريك هيتر. الالكتريك هيتر ده اللي هو سخان كهربي بضيفه للمنظومه عشان في فصل الشتاء لو ما خدتش 100% من المايه السخنه اللي انا محتاجها، استخدم الالكتريك هيتر عشان اوصل المايه لدرجه الحراره اللي انا محتاجها. في شويه اختبارات بتتم على المنظومه اللي عندي، منها الانترنال بريشر تيست، وفي الهاي تمبريتشر ريزيستنس تيست. دي اختبارات بتتم على نظام السخانات الشمسيه، بالاضافه للميكانيكال لود تيست والكونفيرميشن ريبورت اللي باخده من السبلاير، وكمان باخد منه السيستم وارنتي اللي هي بتبقى شهاده الضمان للتانك والكوليكتورز دي. بالنسبه للنظام اللي عندنا او السبلاير اللي عندنا مدينا داتا شيت للحاجات دي، بيقول لي ان الماكسيمم تمبريتشر اللي اقدر اخدها من المنظومه دي بتصل لدرجه حراره 195 سليزياس، وماكسيمم اوبريتنج بريشر بيصل ل 10 بار، والافشنسي بتاعته بتصل ل 77%. ده كده بشكل سريع الجزء النظري اللي بيخص السخانات الشمسية والبيزك كومبوننت بتاعتها وانواعها. هنشوف مع بعض دلوقتي التوصيل الميكانيكي والمسارات الخاصة بالمية بدخول وخروج المية لنظام السخانات الشمسية وطريقة ربطها مع بعض. هنبدأ هنا مع بعض من عند الترمبات دي، عندي ده
الخزان الرئيسي بتاع المبنى اللي فيه المايه بتاعه المبنى، وراكب عليه اتنين بوستر بامب بياخدوا منه المايه بيضخوها للشبكه بتاعه المبنى، سواء رايحه للسخانات الشمسيه او نازله للمبنى في الاستخدام العادي سواء المطابخ او الحمامات. لو قربنا مع بعض كده بالصوره هنشوف مع بعض، عندنا هنا ترومبتين، دول بتوع الراجع بتاعه المايه السخنه. يعني ايه راجع المايه السخنه؟ احيانا بيبقى ما فيش استخدام للمايه السخنه في المبنى، وبالتالي المايه السخنه بتبقى موجوده في المسارات ومش مستخدمه، فلما اجي استخدم بقى المايه السخنه وعمليه التسخين مره ثانيه بستخدم المايه السخنه دي عشان بدل ما اوصلها من زيرو درجه حراره او مثلا من 5 ل 50 او 60، لا استخدم المايه اللي هي اصلا اوريدي سخنه واحاول ازود درجه حرارتها من 40 مثلا ل 60 او 70، ما ابداش من الصفر. وبالتالي عندي اول ماسوره هي ماسوره المايه البارده اللي هي جايه لي من البوستر بامب، ودول عندي ترومبتين اللي بياخدوا المايه السخنه الراجع بتاع المايه السخنه ويروحوا لي على السولار سيستم. اول ماسورتين دول اللي هي دي ودي، دول ماسوره المايه السخنه اللي هي الراجع، ودي ماسوره المايه البارده العاديه، رايحين معايا داخلين على الاستورج تانك بتاع السولار سيستم. هنا بيبقى فيه زي باي باس ما بينهم، بحيث زي ما قلنا نعمل ميكس ما بينهم. هنلاقي هنا لو قربنا هنشوف الكولد ووتر انلت، ده دخول الميه البارده ومعاها الراجع بتاع الميه السخنه، بتدخل عندي التانك هنا وتخرج من الجنب الثاني اللي هو ده اللي هو الاكستشينجر اوتلت، وتروح على السولار كوليكتورز اللي هي الموديولز اللي عندي او السولار كوليكتورز، بحيث تاخد السايكل بتاعتها، تاخد السايكل بتاعتها في مواسير ومسارات جوه، وفي ربط طبعا بين الموديولز دي وبعضها، تاخد الدوره بتاعتها وتاخد درجه حرارتها، وبعد كده ترجع للخزان تاني. عن طريق الاكستشينجر انلت اللي هو ده دخول السخان مره تانيه، او التانك عموما يعني. وبعد كده بمجرد ما حد يبدا يفتح حنفيه المايه السخنه او ابدا استخدم المايه السخنه، تخرج لي من التانك. لو بصينا هنا نلاقي هنا الهوت ووتر اوتلت، تخرج لي من الماسوره دي وتروح على الترومبه دي او البامب دي اللي هي تبدا تدخل المايه السخنه في المبنى، اللي هي تالت ماسوره من بره خالص، اللي هي الماسوره الثالثه دي. دي كده دي المايه السخنه اللي هتنزل على تحت، دي البامب بتاعتها المسؤوله عنها، وتبدا تضخها في شبكه المايه السخنه اللي نازله للمبنى. زي ما قلت من شويه في بدايه الفيديو، ان احيانا بستخدم في فصل الشتاء الكتريكال هيتر عشان اسخن المايه، وبالتالي التانك ده في الخاصيه دي في وصله كهرباء وجواه سخان، بحيث في فصل الشتاء في الايام اللي بيبقى فيها غيوم او درجه حراره مش كبيره استخدم السخان الكهربي ده عشان يوصل لي درجه حراره الميه اللي انا محتاجها. من ضمن الحاجات برضو اللي معانا هنا اللي هنشوفها مع بعض هو سائل دائره التبريد، اللي هي عباره عن سائل تبريد بيتحط جوه السولار كوليكتورز عشان يساعد في عمليه تسخين الميه اللي هي هتدخل السولار كوليكتورز دي وتبدا تاخد الدوره بتاعتها. ده كده كان بشكل مبسط وسريع شويه معلومات عن السولار هيترز. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانتظرونا ان شاء الله فيديو جاي جديد.